وهنا بنواكشوط تنظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أمس بالعاصمة حفلا تكريميا للفريق البرلماني، حضره رئيس الحزب الأستاذ السيد محمد والمحم ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد والبليل وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من قيادات وأطر ومنتسبي الحزب. تميز الحفل بمداخلات عدد من قادة وأطر ونواب الحزب أشادوا فيها بمساهمة الفريق البرلماني في إنارة الرأي العام حول مختلف المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة وكذا الدور الرقابي الذي يطلع به البرلمان في إنجاز هذه المشاريع. وأكدت المداخلات استعداد منتسبي الحزب لكسب رهان المرحلة. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد والمحم شدد على أن الفريق البرلماني قدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه البرلماني الحزب لما يجب أن يكون عليه برلماني الحزب، ودعاهم إلى المزيد من العطاء والانسجام والتناغم. نبراس ينير العمل البرلماني والطواقم اللي مرت كاملة كلها أبلى بلاء حسنا وكلها أداء وكلها قدم النموذج اللي الله يعود عليه البرلماني في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتأكدوا أن عملكم هذا خلال هذه الدورة التشريعية اللي هي أنه سيظل محفور في تاريخ العمل السياسي والعمل البرلماني الموريتاني بإذن الله. شاكركم جزيل الشكر على ذا الآراء اللي طرحتوا ليلة كاملين، وداعيكم المزيد من العطاء ومزيد من العمل ومزيد من التناغم والعطاء داخل الحزب وداخل أطره، داعيكم للدفاع أكثر والتناغم أكثر مع العمل الحكومي ومع الحكومة، دفاعا عن سياسات اللي هي سياسات رئيس الجمهورية الأخ محمد عبد العزيز رئيس مؤسس هذا الحزب، وتوجيهها وترشيدها والوقوف صف واحد يكون انتوما هم المكلفين بإيصال الخطاب السياسي للحزب والمكلفين بتسويق البرنامج الحكومي وبترشيده وبالدفاع عنه ومراقبته أيضا. وبالتالي ما فهم أي تنافر بين مهمتكم، بالعكس الفضاء البرلماني اللي عندكم يا الله يستغل من أجل صالح ذو المواطنين اللي علمنا الرئيس أن نتم دائما في خدمتهم وأن نطرح قضاياهم ويدا واحدة نحن كحزب بذراعنا البرلماني وذراعنا الحكومي. نظم الحزب الديمقراطي الاشتراكي